أنا كويتي وأهلي في غزة. والنعم بيك. أنا عمي وخالتي كانوا من أوائل الناس اللي انقصف في بيتهم في حي الرمال. نعم. الحمد لله الله سلمهم، ما كانوا في البيت في هالوقت. بس أنا نفسي أفهم، بس يعني أنا عندي سؤال واحد، العالم وينه؟ الدنيا وينها؟ خلص وضحت، يعني لا أمريكا ولا إسرائيل ولا العالم الغربي شايفنا بشر، هم شايفيننا حشرات. انت احنا امتى حكمنا؟ امتى هنصحى؟ نفسي اروح. مفيش دولة ممكن تودينا هناك؟ مفيش حدا يخاف الله يقول يا جماعة يلا حيوا على الجهاد؟ امتى هنحكيها؟ لما يموت الشعب كله؟ شو ضل؟ احنا جايين الدنيا عشان نموت. نسأل الله، الله يحسن خاتمتنا. لإمتى حتضلنا سايبينهم؟ ولسه بيجتمعوا، ولسه كل ما يصير حدث كبير بيسكتونا، وفي اجتماع وعالم ضلوا بيضحكوا علينا، حيضلوا بيضحكوا علينا لغاية إمتى؟ يخافوا الله، يسيبونا إحنا نقرر مصيرنا، يا أخي ما بدنا جيوشهم، يسيبونا إحنا نتصرف. واليوم مصر على عيني وراسي، أنا درست بمصر وعشت بمصر 4 سنين، وأنا بعرف شو يعني القضية المصرية الفلسطينية بالنسبة للمصريين. هم فلسطينيين اكثر منا، بس يعني شو يعني هذا؟ يعني شو يعني السيسي يقعد يبيع ويشتري فينا وطلع ودخل واعمل؟ هو لوين وصل الفجور فينا؟ كل امتى بدنا نضلنا هيك؟ كمل يا اخي. بدنا حدا، بدنا بس واحد يقولنا يلا يا جماعه، واحد يخاف الله. امتى الناس بدها تصحى؟ وايه شو ضل؟ بدناش حد يحارب، فلسطين مو محتاجة حد يحارب. خلينا بس نروح نساعدهم، نساعد الأطفال، ندخل أدوية، ندخل مي. من أول ما مسك السيسي وسلم رقبة غزة للصهاينة، من كهرباء ومن مي ومن وقود ومن كل إشي، سلمهم إياها زي ما بدهم. طب يا جماعة، ما هيو الوضع، وكل يوم بقول لك معبر حنفتحه ومعبر حنسكره، وبعدين مصر جلالة قدرها وشعبها الجبار اللي علم على اليهود، اول ناس تعلم على اليهود، مستنيين اذن مصر اسرائيل قصدي عشان تفتح المحضر؟ ليش ان شاء الله؟ خافوا والله يا جماعه، الاولاد كل يوم بتموت، حرام. شو الذل اللي احنا فيه؟ شو هالانبطاق اللي احنا فيه؟ حكام بس بتهك راسي، بس مد هالكراسي، خليكم انتوا قاعدين على الكراسي وسيبونا احنا نطلع. يا عم يا سيسي ما تاخدش الاذن، سيبنا احنا نفوت وخليهم يخصفونا. مالكاش دعوه بينا، احنا مسؤولين. وبنبرئك امام الله من دمنا، بس افتح لنا مصر نفوت احنا نغدى بمعرفتنا. بس مو هيك. يا استاذ احمد لازم نعمل اشي. لازم، احنا اليوم ال 13. صار بالنازل مش مجزرة واحدة. ولوين وصلنا؟ ولغاية هلا بنقصف وما في حدا قادر يقول لا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، والله سوف نسأل، وأنا أولكم، والله سوف نسأل. عندي ولاد، أنا والله العظيم ما أقدر أطلع بعيني. شو بدي احكي لابني لما يقول لي هاي غزة بابا ليش ما بتروح؟ شو بدي احكي له انا؟ شو اسوي له؟ اقول له مو قادر اروح؟ بقول له روح خد طيارة بابا وروح. شو احكي له بقى؟ شو احكي له؟ احكي له لا بابا حكي انا ما راح يفهم. كيف بدي اكون رجال بوجه هذا؟ وبعدين بهربوا من بيت لبيت، الاوضاع غزة فوق ما انت متخيل صعبة يا استاذ احمد، انا كل يوم بتواصل مع قرايبي، صعبة فوق ما انت متخيل. الناس اللي ضربوا الاعداء وضربوا الصهاينه صاروا هم الارهابيين هلا بالعالم؟ يا جماعه هدول محتلين. كم حرب صارت قبل هيك وكم طفل مات؟ حماس كانت عملت شيء؟ ما هي ما عملت شيء وكانوا بيموتوا الاطفال، شو معنى هلا صار كان كل شيء ارهاب عشان دخلوا حرروا اراضينا؟ حرروا اراضينا، ما احتلوش مكان. احنا المحتلين هم المغتصبين. هو شو فيه؟ هو ليش العالم بطل شايف شيء؟ استغفر الله العظيم يا رب، مش عارف الواحد بيحكي بالمعطيات الصريحة.
انا والله انا مش محتاج منك ومش محتاج اسمع غيرك، مش محتاج منك كلام تاني ومش محتاج اسمع ولا حد يسمع كلام غير اللي انت قلته يا خالد. طبعا يعني انا اشكرك جدا لانك عبرت لخصت وعبرت عن مش عن كلام 20 ولا 50 ولا 100 متصل، انت اتكلمت بلسان حال ملايين من المحيط الى الخليج بيسألوا اسئلة منطقية. واللي اتقال لخالد ده من ابنه انت ليه ما بتروحش، بيتقال لي من ابني، والله بيتقال لي من ابني وبيتقال لك انت كمان انا متأكد. بعد كلام خالد انا ما عنديش كلام اقوله، الحلقة انتهت، حلقات الاسبوع انتهت، والقصف لسه مستمر، والقتل لسه مستمر، والتخاذل لسه مستمر، والمؤامرة لسه مستمرة، وعلى عينك يا تاجر وكله على المكشوف. فماذا أنتم فاعلون؟ هتقعد في البيت ولا هتنزل الشارع تهتف لفلسطين؟ تهتف، هتنزل تعمل ضغط سياسي وتقول احنا العرب رافضين ان احنا نبقى أمة من الهمل ويتحكم فينا فلان ولا علان؟ انت مش نازل عشان الزعيم قال لك انزل، انت نازل عشان ضميرك قال لك انزل. ارفض قتل الاطفال، ارفض العربدة اللي حصلة، ارفض قدام عيالك وقدام نفسك عشان بعدين يبقى عندك رد لما ربنا يقولك اصلا عملت لهم ايه، ده اللي في ايدي اني اوصل صوتي حتى لو بهتاف حتى لو مش كافي، بس ده اللي في ايدي. واللي في ايده حاجة تانية يقدر يعملها يعملها، بس الناس محتاجة تشوفكم، محتاجة تعرف ان ليها امة. اذا واحد منهم تعب، ده اللي قاله النبي، بتتداعى لي سائر الامة بالسهر والحمى، كلنا بنسهر عشان، ما بالك انه ده مش عنده حمى ولا سخونية، ده بيقصف عياله بيتم ترهيبهم بيتقطعوا قدامه اشلاء، لا في بيت ولا في امان، مش هقول لك ميه وكهرباء، مش هقول لك الكلام ده، مفيش امان، مفيش حته يروح لها، بس بيقول يا رب. يعني على الاقل انت كمان قول له انا جنبك وبقول يا رب.